قرية النبي صالح تقع شمال غرب رام الله 20 كيلومتر، تعتبر من أصغر القرى الفلسطينية حيث لا تزيد مساحتها عن 5000 دونم. تم مصادرة أكثر من نصف هذه المساحة، عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، هجر نصفهم عام 1967. تعتبر القرية قرية مناضلة حيث شاركت في الثورة الفلسطينية منذ العام 67 وحتى قبل ذلك، وقد شاركت في الكفاح المسلح، وها هي ومنذ 5 سنوات تشارك في مقاومة شعبية فعالة تعبر من خلالها عن رفض أهالي القرية للاحتلال بكافة أشكاله. تم تأسيس حركة المقاومة الشعبية لتقود نضال القرية الشعبي، وقد استطاعت هذه الحركة من خلال الفعاليات الشعبية أن تكسر حاجز الخوف وخاصة لدى الأطفال، وقد استطاعت من خلال استمرارها في الفعاليات الشعبية والمقاومة والمشاركة في كافة الفعاليات على المستوى الوطن أن تخلق نموذج للقرية الفلسطينية المناضلة التي نطمح أن تكون كافة القرى الفلسطينية على شاكلتها لتعبر عن رفضها، وليعبر الشعب بكافة شرائحه وفئاته عن رفض هذا الاحتلال البغيض. منذ العام 2009 نظمت القرية فعاليات مقاومة شعبية وعبرت عن رفضها للاحتلال، وقد أدت هذه الفعاليات إلى سقوط شهيدين مصطفى التميمي ورشد التميمي وجرح حوالي 400 مشارك، حيث هذا الرقم يعبر عن الذين وصلوا إلى المستشفيات، وقد تم أسر حوالي 150 مواطن من القرية، حوالي 40 منهم هم من الأطفال، 10 نساء، حوالي 15 طفل أعمارهم تقل عن 15 عاما. وبالتالي فإن استمرار القرية وإصرارها على النضال يعبر عن مدى الإيمان بعدالة القضية ومدى الاستعداد للتضحية والإصرار على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. هدول الكلام الغازي بيستخدموه اليهود لكمع المسيرة الأسبوعية، واللي بيضربوهن على الصحفيين والشباب وعلى المنازل، واللي كانت سبب في استشهاد شاب من صار يقول لي يا بابا، صار يقول لي يا بابا.